اهلا وسهلا بكم في هذا الحدث الاخير العالي الذي تنظمه جمعيه طلبه الفيزياء بالجامعه الامريكيه بالقاهره. Welcome to this extraordinary event organized by the Society of Physics Students at the American University in Calgary. معاكم دلوقتي طه سليم رئيس جمعيه طلبه الفيزياء بالجامعه الامريكيه بالقاهره وطالب قسم الفيزيكس. حدثين غير عاديين. اول حدث هو محاضرة العالم المصري دكتور عصام حقي الباحث العلمي بمعمل الدفع الصاروخي بوكالة ناسا أو بالإنجليش Jet Propulsion Lab at NASA. والحدث الثاني افتتاح أول راديو للعلوم بمصر راديو كوزموس. طبعا احنا من ساعة تقريبا حظينا بلقاء ودي من كل الشباب المصريين من جامعة طلبة الفيزياء ومجتمع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وطلبة بيمثلوا الجامعات المصرية من مختلف الجامعات في إفطار ودي وحديث من قلب للقلب. تحدث في الدكتور عصام حجي عن مشوار حياته ومواقف الكوميدية في حياته والمواقف الصعبة وكلنا استمتعنا بيها بطريقة شيقة جدا في الكلام اللي جذبت الكثير من المستمعين وجعلتهم من أول ثانية لحد آخر ثانية قاعدين بيسمعوا بس مركزين بس الدكتور بدأ الدكتور يديلهم المعلومة وبطريقة لطيفة ولذيذة جدا. الأول هنبدأ بافتتاح راديو العلوم. طبعاً إحنا عارفين المجتمع المصري بيعيش الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية. طبعاً مش هقول يعني هي لستة كبيرة جداً من المشاكل، ولكن المشاكل دي كلها نتيجة للمفاهيم المغلوطة والثقافة العلمية المحدودة لدى المواطن، وبنقصد بالمواطن مش المواطن المتخصص، كمان المواطن العادي والمواطن المتخصص. طبعاً المشاكل دي من ضعف الثقافة العلمية والثقافة في التعامل مع البيئة والمشاكل الحياتية. ونتيجة لهذا بدأنا كشباب بجمعية طلبة الفيزياء بعمل مبادرة فريدة من نوعها وهي استغلال الإعلام في نشر الوعي العلمي والمعرفة. وأبسط تلك الوسائل هي الراديو أو الراديو، لأن الراديو تقدر تسمعه في أي مكان، أنت قاعد بتذاكر، أنت قاعد في العربية، أنت قاعد بتتفرج على التلفزيون، ممكن تبقى حاطط سماعة في ودنك تسمع الراديو. ايفن لو انت قاعد في كلاس وما قاعد بتسمع ممكن تسمع الراديو برضه، وانت قاعد في وات ايفر انت قاعد فين تقدر تسمع الراديو في اي حته. فممكن نستغل الراديو في حاجه مفيده، ومن هنا جت الفكره ليه ما نعملش راديو في كل حاجه؟ راديو يبقى فيه موسيقى واخبار ولكن يكون ساينس اورينتد موجه للعلوم والمعرفه. ومن هنا يسعدنا تقديم اول راديو اونلاين للعلوم في مصر. الراديو اسمه راديو كوزموس. راديو كوزموس هو أول راديو للعلوم بمصر منتج بواسطة مجتمع طلاب الفيزياء للجامعة الأمريكية بالقاهرة لكل مصر. سنقدم فيه العلوم بطريقة جديدة، سيقدمه علماء وشباب مصريين متميزين. سيكون لدينا برامج مميزة تجمع بين العلم والفن والأدب. برامج جديدة زي مطبخ أرسطو، بريكفاست وذ أينشتاين. لو أنت قاعد مع أرسطو في المطبخ هيقول لك إيه بخصوص فلسفته، لو أنت فطرت مع أينشتاين، أينشتاين هيقول لك إيه على الصبح. يعني العديد من البرامج اللي بتبسط المعلومة العلمية والمسلسلات الإذاعية المختلفة. طبعا يسعدنا الدكتور عصام حجي وافق مشكورا ان هو يكون اول المشاركين في الراديو وفي برنامج عن علوم الفضاء، كل ما هو بيجينا من الفضاء وعلوم الكواكب وانجازات ناسا. هيكون عندنا طبعا برامج عن الفيزياء والموسيقى، تعليم اللغات، الوظائف والمنح الدراسية عشان يفيد كل الشباب في مهمتهم سواء هم ناس في الساينس او في اي مجال تاني. ان شاء الله ريدنج خادم عظيم جدا ليهم. الحدث الثاني هو هبوط مركبة الفضاء كوريوستي بنجاح على سطح كوكب المريخ منذ يومين تقريبا. والحدث ده حدث غير عادي لان مركبة الفضاء كوريوستي هي اكبر مركبة للفضاء نزلت على سطح كوكب المريخ لدراسة المياه على سطح المريخ للبحث عن فرص حياة هناك ومعرفة مستقبل الارض، لان المريخ يمثل مستقبل الارض بعد العديد من مئات السنين. ضيفنا الكريم هو العالم المصري دكتور عصام حجي، سيحدثنا عن مركبة ومهمتها على سطح كوكب المريخ وماذا يمثل المريخ بالنسبة لنا. نرحب جميعا، نرحب جميعا. مساء الخير. انا كنت فاكر برضه المره الثانيه النهارده كنت فاكر انا وطه نبقى لوحدنا هنا قاعدين بنتكلم عن المريخ. دي اكبر عدد الناس شفته جاي يسمع اي حاجه عن المريخ. ف سعيد جدا ان احنا النهارده نكون موجودين، وبتهيألي ان الشيء اللي انا سعيد بيه النهارده يبقى فيه اذاعه مخصوصه للعلوم. احنا في الفتره اللي احنا فيها دي سمعنا كل الاصوات، صوت السياسه، صوت الرياضه، صوت رجال من كل التخصصات ومن كل مكان
ان يبقى في اذاعه لصوت العلم وان صوت العلم يوصل لكل الناس. اعتقد ده الحدث المهم النهارده فعلا, وانا سعيد جدا ان انا كنت موجود النهارده في اول نقدر نقول في الافتتاح بتاع الاذاعه. طيب النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه اللي سمعتوا عنها في الاخبار الفتره اللي فاتت دي, اللي هي نزول المركبه كروست على المريخ كجزء من مشروع اكتشاف المياه على المريخ. احنا هنتكلم ليه ده مهم, هنتكلم ليه كل واحد موجود في القاعه دي وكل واحد بره القاعه دي ليه المفروض يكون مهتم بالموضوع ده, وهشرح لكم كمان هنعرف شويه ناسا ايه هي ناسا وايه اهميه اكتشاف المياه وايه هو اهميه فهم اكتشاف المياه في المجموعه الشمسيه بشكل عام. انا هبدا الاول بالفيديو اللي هو الورك بتاع نزول المركبه الكيوريوسيتي على المريخ, وفي الاخر هنوري الصور اللي بعتها المركبه الكيوريوسيتي وهنتكلم على اهميه الحاجات دي. انا عارف ان في ناس كتير الفيديو ده شافوه في الاسبوع اللي فات ده في التلفزيون لانه اصبح متداول في كل مكان, لكن اعتقد انا كل مره بشوفه بستمتع فيها اكتر واكتر, وعايز انتم تشوفوا كمان تفتكروا حاجه مهمه جدا, المتوسط عمر الناس اللي عملت كل الكلام ده اقل من 30 سنه. اكتشاف المريخ هو مشروع شبابي بيعمله شباب وهو احلام شباب, الكلام ده كله من 7 سنين كانت الناس بتقول عليه ان هو جنان مش ممكن يحصل. فهنشوف الفيديو مع بعض. انا بس عايز احط الصوت. ناس كتير بتسأل ليه المريخ وليه كل اهتمامنا
الاكشن مريض هو فهم كوكب الارض زي ما بقول كده بالظبط. تعرف يعني الشعب الياباني وتعرف كل واحد بس مش ممكن نفهم كوكب الارض واحنا بندرسه كحاله مستقله في كواكب المجموعه الشمسيه. لازم ندرسه كجزء من بقيه اخواته الموجوده في المجموعه الشمسيه. تعريف صغير للناسا، ناسا عايزه ميزانيتها 120 مليار جنيه مصري في العام، بيشتغل فيها 14,000 شخص، فيها 10 مراكز. مركز الدفع النفاس اللي هنتكلم عنه هو المسؤول عن اكتشاف المريخ وعدد كبير من المهام، تقريبا نصف المهام ناسا وكده لمركز الدفع النفاس. ناسا تستثمر، هي اكبر مستثمر في دراسه التغير المناخي والموارد الطبيعيه بميزانيه تقدر ب 5 مليار دولار سنويا. طيب تعال نشوف ناس تقول احنا نكتشف المريخ ليه؟ ما نكتشف الحاجات اللي تهمنا نكتشف ليه ما نعرفش المريخ؟ هديك مقارنه بسيطه جدا. اكتشاف المياه في الوطن العربي واكتشاف النفط. احنا اكبر منتج للنفط واقل منتج للمياه، ما عندناش مياه كتير في الصحراء، ومع ذلك احنا اكبر مستثمر في البحث عن النفط واخر مستثمر في البحث عن المياه. يعني حاجه عندنا منها كتير نستثمر فلوس كتير للبحث عنها، وحاجه ما عندناش منها خالص وما نستثمرش اي حاجه عشان نطور عليها. بينما النفط ممكن نعوضه بالطاقه الكهربائيه، اما الماء ملوش اي بديل. فنيجي نشوف هنا، انا كنت عايز اقول لكم على حاجه، ايه اهميه اللي احنا بنعمله في الجت بروبلشن لاب؟ ليه مركز الدفع النفاس هو من المراكز المميزه في ناسا؟ مركز الدفع النفاس هو المركز الوحيد اللي عنده القدره انه يعمل كل حاجه اند تو اند. يعني الفكره من اول ما تبقى تصميم على ورقه لغايه ما تكون الفكره دي مركبه فضاء، احنا كل شيء نستطيع ان نقوم به داخل المركز. احنا بقى لنا 40 عام اطلقنا العديد من مركبات الفضاء اللي انتم شايفينها ورايا هنا. اكتشفنا بيها تقريبا مجمل كواكب المجموعه الشمسيه. في كواكب احنا عملنا، في كواكب اكثر من مره زي المريخ. المهم انك احنا بنستخدم لنا تكنولوجيا هامه جدا اللي هي تكنولوجيا تصوير الرادار، اللي هي عندها القدره انها تصور تحت السحاب وتحت الارض في نفس الوقت. بالنسبه للارض احنا قدرنا نقيس العديد من الظواهر الطبيعيه اللي بتحصل في كوكب الارض بشكل مبسط، زي ظواهر الانحباس الحراري وارتفاع المحيطات وتغير مجال المياه في المحيطات وتغير سرعات الرياح. كل دي قياسات قدرنا نعملها على مر ال 40 سنه اللي فاتت اثبتت لنا حاجه مهمه جدا، ان كوكب الارض بيتغير وفعلا في تغير مناخي. الناس اللي شايفه ان ما فيش حاجه اسمها تغير مناخي واللي احنا عايشين في واحه معزوله عن التغيرات وان احنا كل شيء حوالينا ما بيتغيرش مخطئين. انا عملت في فرنسا 3 سنين في مركز دراسه الكوارث الطبيعيه. عارفين فقدرت اشوف اكثر من مكان، رحت اندونيسيا واليابان وشفت الزلازل والبراكين والاعاصير والتسونامي. عارفين كل الناس اللي بيموتوا في كوارث طبيعيه بيجمعهم شيء واحد، عارفين هو ايه؟ ولا حد يتخيل انه يموت يوم من الايام بالشكل ده. وده بالظبط كده، مفيش انسان اقوى من الطبيعه، مفيش حكومه اقوى من الطبيعه. قوه الانسان في البقاء على الكوكب ده انه يفهمها، واذا ما فهموش اصبح كائن مهدد بالانقراض زي الديناصور بالظبط. الديناصور اقوى من الانسان ولكنه اختفى في بضعه ايام نتيجه تغير مناخي ما قدرش يتعايش معه. نموذج المركبات اللي بنكتشف بيها برضه المجرات والنجوم، بنصور بيها على واضح ما بنروحش المجرات والنجوم، لكن بنقدر نعمل مراصد محيطه بالارض. هنا عايز اوريكم في صوره هامه جدا، ده تغير منسوب المياه، تغير منسوب الكريد الارضي في القطب الشمالي بين سنه 2005 وبين سنه 2008. في 3 سنين بس فقدنا 30% يعني 25% من نسبة المياه الموجودة في القطب الشمالي. ذوبان الثلوج في القطب الشمالي بدأ فعلا بمعدلات سريعة جدا.
ونشوف هنا دي مهمة عالمية كنا عملناها في القطب الشمالي، دي مناطق صحراوية زي الصحراء بتاعتنا بالظبط لو تاخدوا بالكم، بس دي فيها مية لو الجديد اللي هو بيدوب ده. حد هيسألني طب لو في مية أو التلج بيدوب ليه مفيش أي نباتات موجودة في المكان ده؟ حد يعرف السبب ليه مفيش نباتات هنا وفي مية؟ بالظبط، هما حاجتين. أول حاجة إن التلج كان بغطي الأماكن دي فمفيش شمس بتدخلها، بالتالي مفيش في زرع بيطلع. وتاني شيء إن هو بتلين 6 شهور في السنة، فأي زرع مقدرش يعيش في الظروف دي. فده الفريق العلمي لما كنا هناك. وهنا فعلا بنشوف الناس دايما بتخيلها إن الضربان الجليد ده أكبر مخاطر ليه، اللي هو ارتفاع المحيطات وهنغرق. على فكره ده نص الحقيقه. اكتر شيء مخيف في ضربان الجليد هو انخفاض درجه في حراره المحيطات. انخفاض درجه حراره المحيطات بيعمل ايه؟ بينقص التبخر اللي هو بسبب الامطار. فتلاقي مثلا ان ممكن ضربان الجليد في منطقه يؤدي الى قله سقوط الامطار في منطقه اخرى، مش بس ارتفاع المحيطات هو المشكله. العالم كله بيدرس اثار التغير المناخي في القطب الشمالي وفي اماكن اخرى، لكن اثار التغير المناخي على المنطقه الصحراويه زي المنطقه العربيه هنا وكوكب المريخ مش معروفه. الصحراء ايه التغير المناخي اللي ممكن يكون فيها؟ فهنا مثلا بنشوف دي صوره للصحراء المصريه منطقه العويلات، وهنا بنشوف صوره للاشعه المرئيه 2 كيلو 60 كيلو. بنشوف دي الصورة اللي على السطح النهاردة، دي صحراء جرداء ما عليهاش أي شيء يدل إن في مياه. لما تيجي وتشوف تحت الأرض باستخدام تكنولوجيا السويب رادار اللي إحنا بنعملها، تشوف إيه؟ بصوا كويس، شايفين؟ ده السطح وده اللي تحت السطح. بتشوف مجاري مائية كبيرة وديان كافة بعرض 8 كيلو كانت موجودة في هذه المناطق منذ 6,000 ل 10,000 سنة. المجال المائي دي بتدل ان المناخ بتاعنا من 10,000 سنة كان في حدود كده، كان الصحراء بتاعتنا كانت منطقه مليئه بالامطار واختفت ما عليها هذه الامطار واصبحت صحراء تماما كما حصل على كوكب المريخ. طيب الوديان دي بنشوفها في اكثر من مكان، بنشوفها كمان في الجزء الشمالي من السودان اللي هي الوديان اللي تحت الارض. يبقى بنشوف هنا ان المناخ بتاعنا اتغير فعلا من 10,000 سنة النهارده. طيب يبقى احنا فعلا جزء من مشكله التغير المناخي. وهنا دي بنشوف في نقطه اللي هي الدلتا المصريه، دي هنا منطقه الدلتا، ودي صوره من قمر صناعي الرادار. والمنطقه اللي لونها الازرق دي هي المناطق المهدده بالغرق في الدلتا انها منخفضه جدا. اذا مصر معنية بالتغير المناخي، الدلتا هي أهم منطقة من ناحية الخصوبة الأراضي في مصر، وهي تقدر تكون مسؤولة عن جزء كبير من الغذاء في مصر. جزء تاني برضو يورينا قد إيه التغير المناخي اللي بيأثر علينا. دي برضو أنا كنت اتكلمت في النقطة دي اللي هو الذوبان الجليد في القطب الشمالي اللي أنتم شايفينه هنا، بيفتح طريق ملاحي بين أوروبا وشرق آسيا شايفينه هنا، بدون ما تمر بقناة السويس كما هو الطريق المعروف حاليا. طريق المرور بين شرق اسيا واوروبا 18,000 كيلو بيمر بقناة السويس. دوبان الجليد فتح هذا المجرى المائي اللي هو 11,000 كيلو، يعني 7,000 كيلو اقل، وما انتش مضطر تعدي على الصومال ومناطق اللي هي فيها القراصنة، وبالتالي برضه رحله اقل. اذا حتى قناة السويس اللي هي تاني مصدر العملة الصعبة في مصر في أثر على الحركة الملاحية فيها نتيجة فتح هذه الطرق في المستقبل. وبرضه عايز أقول إن الجرايد في مصر كانت نشرت خبر إن خلاص قناة السويس هتقفل لأن في تغير مناخي وكلام زي كده. إحنا دايماً بنحب نروح في الإكستريم، والإعلام عندنا لا يتعامل بدقة مع الحقائق العلمية. مرور السفن في القطب الشمالي حقيقة، 6 سفن مرت السنة دي، 6 سفن شحن. وإذا استمر معدلات الذوبان في القطب الشمالي بكره سفن أكثر وأكثر ستمر بهذه المنطقة. إذا قضية التغير المناخي سواء زي ما ذكرتم على الأرض
هنشوف نقدر نفهم بيها ايه من المريخ. لكن قبل ما نتكلم على ده انا حبيت اوريكم هنا شيء مهم، تشابه القضيتين اللي هي قضيه التغير المناخي واستقطاب المذنبات. انتوا طبعا كل شويه مثلا كل 3-4 اشهر هنا في الجرايد في مصر في مذنب هيرتطم مثلا بالارض والناس تخاف وتعمل ايه وحاجات زي كده. طبعا ده مش حقيقي، احنا الخبر بيبقى ان في مذنب هيعدي بالقرب من كوكب الارض، والخبر ينزل في الصحافه المصريه ان المذنب هيقع على مصر في ميدان التحرير لبكره، وعلينا احنا واحنا قاعدين دلوقتي. ده دايما كده. على فكره من ضمن الحاجات المضحكه ان انت لو عملت محاضره زي دي بنتكلم عن تطور الارض والمريخ مثلا، انا ساعات ممكن يجي 10 مهندسين زي في المحاضره اللي في الاهرام كنا 10، لما تعمل محاضره عن نهايه كوكب الارض يجي لك 1000، وده في مصر بس. لان هل احنا بنخاف من احباط اللي فينا لان مشغولين اكتر من نهايه الكون اكتر من حياتنا فيه؟ بيتهيألي في رايي الشخصي ده السبب. تعالوا نشوف بعض المريخ بيقول لنا كوكب المريخ نص حجم كوكب الارض زي ما شفتوا في الصوره. كوكب الارض بتاعنا لونه ازرق، كوكب المريخ لونه اصفر، يعني هو صحراء شبيهه بالصحراء بتاعتنا الموجوده هنا في الارض. انتوا بتسحروا، احنا بنسحر مع بعض لغايه دلوقتي، هو نتكلم عن المريخ وانت السحور. ف احنا قاعدين الصبح بدري ف لما تيجي تشوف المريخ دي المعالم بتاعته. لو حطينا خريطه امريكا على المريخ فقط عشان تعرفوا حجمه قد ايه، هتكتشف ان هو كوكب صغير جدا. مش معنى كده ان امريكا احتلت المريخ، معناه ان هو حجم نص الارض. شبيه بكوكب الارض في ايه؟ ليه القطب الشمالي والقطب الجنوبي مغطاه بالجليد زي الارض، زي ما عندنا بالظبط كوكب الارض، وزي الصحراء بتاعتنا. دي الصور اللي بعتها سبيريت اوبورتونيتي مالكابتين نزلوا على المريخ، بيوروا ان هو مغطى بالرمال تماما كما هو بالنسبه للصحراء بتاعتنا. اذا تحت هذه الرمال قد تكون موجوده اسرار زي رمال الصحراء بتاعتنا لوديان جافه تحت المريخ تدلنا ان هو شبيه بكوكب الارض. وتقدروا تشوفوا هنا فعلا دي الصوره اللي بعتها المرك قبل فايكنج سنه 79 كانت اول صوره للسطح. تقدروا تشوفوا هنا باليت الالوان دي والسطح قد ايه لونه احمر على المريخ، واللون الاحمر ده ناتج من اكاسيد الحديد الموجوده على سطح هذا الكوكب. مؤخرا بالصور اللي بعتتها الكاميرا هاي رايز بنقدر نشوف برضه ان في وديان، والكاميرا موك نقدر نشوف ان في اسرار لوديان جافه زي الموجوده عندنا في الصحراء تدل ان كان في ماء يسري في فترة حديثة على سطح المريخ. إذا السؤال، هل كان المريخ كوكب أزرق بهذا التخيل اللي بنشوفه ورايا، أو إن هو طول عمره كوكب أصفر؟ إذا السؤال، هل الماء على المريخ يعني كلمة واحدة؟ يعني إن كان يمكن يكون بين الأرض والمريخ ماضي مشترك، وقد يكون بينهم مستقبل مشترك. ففي 3 مركبات إحنا أرسلناهم المريخ دراسة المياه. فهنا بنشوف المركبة مارس اكسبرس الموجودة هنا، ثم المركبة مارس ترانسلس اوربيتر، مارس اكسبرس انتقلت في 2003، مارس ترانسلس اوربيتر في 2005، وويزدوم اللي هي مركبة صفحة في 2018، ووفر يحمل برضه اجهزة تصوير تحت الارض على المريخ شديد بشكل وزني. في هذه المركبات كلها تهدف لكشف المياه تحت السطح. تعالوا نشوف صور الراداريه اللي جابها لنا تصوير تحت الارض. قدرنا نشوف هنا ان في مناطق مغطاه بالجليد تحت السطح، ونشوف هنا ان في خط انا هاخد في نشوف هنا نشوف هنا السطح هنا، وده تصوير تحت الارض الانترفيس اللي بنشوفه. فدي يعتبر جليد مدفون، جليد مدفون تحت الارض. لما جينا نشوف الجليد ده في مناطق الاستوائيه القريبه من الاستواء في المريخ، بنشوف ان هو موجود في شكل
البحيره اللي انتم شايفينها هنا دي، شايفين في تجمعات دائريه لمناطق مشتبه انها تكون جديد على المريخ، وهذه المناطق قد تكون كانت بحيرات قديمه على المريخ. يعني انك تلاقي بحيره قديمه على المريخ يعني يمكن الميه تكون قعدت فترات طويله بحيث كبرت البحيرات. انا فاكر كويس جدا في مجموعه كثيره من الشباب ومن الطلاب هنا اللي قابلتهم النهارده الحقيقه وساعدت بتاعهم، كان دايما بيقولوا ان احنا بنلاقي صعوبات ومشاكل، وعندي فكره بروح بيها لحد يقول ده جنان ده مفيش تشجيع. نفس مشروع ده بالظبط، الاجهزه اللي انتم بتشوفوها بتجيبها بتكتشف يعني المريخ دي، اجهزه الرادار احنا جينا جربناها في مصر في الصحراء هنا من سنه 2002 لغايه 2010، وكل مره كان في عقبات ومشاكل مع الجمارك والجهات الامنيه والجهات الحكوميه دايما، بس ما كانش انسان بيأس، بس كان في دايما كلمه حلوه قوي بيقولوا الكلام ده مش عيب، فين العلوم الكويسه. في سنه 2008 بعد ما خلصنا نتائج مارس ديكونس اوربيتال فوجئنا بده، المجلة ساينس اخذت البحث بتاعنا وحطته على الصفحه الاولى فيها، مجلة نيتشر وساينس من اهم المجلتين العلميتين، يعني بدات تنشر لنا اكبر الابحاث، ونزلنا على الصفحه الاولى الفريق العلمي الكامل للاكتشاف بتاعنا اللي هو تصوير طبقات الجليد في القطب الشمالي. ده القطب الشمالي للمريخ، واحنا قدرنا نعمل مقاطع ليه نصور تحت الارض على عمق 2 كيلو ونص، واثبتنا شيء جميل جدا. اثبتنا بصوا معايا كويس في المقاطع دي ان القطب الشمالي للمريخ عكس الارض، لما تشوفوا الجليد في القطب الشمالي هتلاقوا بلوك ابيض واحد كده. بصوا كويس على الجليد في المريخ عامل ازاي؟ طبقات طبقات طبقات. يعني ايه ان القطب الشمالي يبقى طبقات طبقات؟ يعني ما تكونش مره واحده. وعشان يتكون القطب الشمالي يعني الجليد والمياه كان موجود فتره طويله على المريخ عشان يعمل الطبقات. وبالتالي من خلال البحث ده، من خلال القياسات ده، قدرنا نثبت ان الميه يمكن كانت تكون موجوده على المريخ فترات طويله تسمح بتطور الحياه على المريخ تماما كتطورنا على الارض. ونبقى احنا ده حصل من 4.5 مليار سنة، احنا قد نكون الجيل الثاني من الاحياء في هذه المجموعه الشمسيه. ان قد تكون ثبات الحياه على المريخ، وده اللي احنا عايزين نعرفه. فتخيلوا كده ان احنا دايما الانسان بينظر لنفسه الحياه هو وحيد في هذا الكون، ان هو عظيم في هذا الكون، وان قد تكون الحياه سبقته في امر اخر. من هنا بدانا نستخدم نفس التكنولوجيا دي في اكتشاف المياه في المناطق الصحراويه. من 2009 بدانا ان احنا نستخدم تكنولوجيا اكتشاف المياه على المريخ للكشف عن خزانات المياه الجوفيه سواء في الصحراء في مصر والوطن العربي، عشان نقدر نرسم خريطه الموارد المائيه زي ما انتم شايفينها ورايا كده. احنا في منطقتين بدأنا بالدراسة بيهم. أول منطقة اللي هي منطقة الخزان المياه النيلي، وتاني منطقة اللي هي منطقة خزان الدمام اللي هو الموجود في الجزيرة العربية. فده كان مشروع نفس الشيء كنا بنفكر فيه من سنة 2002. أول تجربة عملناها كان هنا في الصحراء في مصر سنة 2002. في سنة 2002 لما جينا عملنا التجارب دي، نفس الكلام اللي كلكم بتسمعوه لكل الطلبة هنا في كلية العلوم وأي حد عنده فكرة بحثية يصنعها، سمعنا كل الكلام ده مش ممكن يحصل، ده كلام ما بيحصلش، دي ناس يعني لسه قدامهم وقت على تطور الحاجات دي. المنظومة اللي انتم شايفينها هنا دي جهاز اللي هو ده نموذج لجهاز الرادار اللي أطلق سنة 2004 على المريخ، وأطلق سنة 2005 على المريخ، وأطلق سنة 2008 على القمر. اكتشفنا الميه في المريخ وفي القمر في احد المذبذبات، ولسه مش قادرين نكتشفها في بلدنا علشان لسه في عقبات وصمت علم عندنا. طيب قدرنا ان احنا نصور خزان المياه الجوفيه في مصر على عمق 600 متر، وانتقلنا بعد كده بالتجارب المحموله في الجو في دوله الكويت، هي رحبت بالتعاون ده، وبدانا فعلا ده اجتماع ده كان بتنطلق مصر. اشوف
عارفين مش فاهم في بالنا احنا عايشين فيها. فقال لي خلاص تعالى عندي في الكويت تعالى نحاول نعمل حاجه. فانا قلت رئيس في الشغل قلت له عايزين نجرب التكنولوجيا دي وزمان احنا نعمل مركبه فضاء تستخدم تكنولوجيا تشوف الرادار تكشف المياه في الصحراء. قال لي خلاص انا هديك 90 يوم 90 يوم بالظبط بحيث يبقى في نتائج واذا نجحت هنقدر ان احنا نشوف في التكنولوجيا دي نقدر نشوف في نعمل مركبه فضاء ولا لا. فاول يوم اجتمعنا فيه في الكويت السوق. اليوم الثالث كنا عاملين فريق علمي ودعم هنا دعم الفضل المولى اللي هو باحث في مركز مياه الجوفيه في مصر وموجود دلوقتي في الكويت منطقه عام وهيرجع مصر. ودول اعضاء الفريق العلمي من ناسا هنا ومديره المركز عندنا هنا. ودول الشرطه في الكويت اللي تبع الطائره اللي هنديكوا طياره تعملوا عليها تجارب. وفي اليوم بعد شهرين رجعنا في الكويت وبدأنا نصنع جزء من الأجهزة اللي بنستخدمها في الورش الموجودة هناك لأن نقلها كان مستحيل. وبعد اليوم 68 حطينا الأجهزة دي كلها على الطائرة وبدأنا إن احنا نستعد للطيران لصوت الطيارة هنا. وده الأجهزة تسوق الرادار اللي عملناها في بداية في رحلة المسح. في اليوم 82 بنطير فوق منطقة شمال الكويت وبدأنا منها منطقة طبعا منطقة محظورة علشان في حرب مع العراق في المشاكل دي. فيعني المنطقة الوحيدة اللي احنا عايزين نرسلها انها محظورة. فقعدنا 4 أيام في نزاع لغاية ما خدنا تصريح ان احنا نطير في هذه المنطقة ومعلوم فيها عمق المياه الجوفية ومنوحة الأرض. فمع الأسف أول أسبوع النتائج كلها كانت يعني سيئة جدا وبدينا نتائج يعني ده السطح هنا ده المقاطع اللي بيديها التصوير بالرادار وشفنا نتائج المشير بتدل على وجود المية. وفي آخر يوم خالص شفنا الصورة دي. الصورة دي أخدها وكلمنا أنباء كتير والناس عملت فيها بالبريس ريليس. ده مقطع بطول 6.5 كيلو وبعمق 70 متر. 70 متر يعني عمارة من 20 دور. تصور انت بتصور بالطيارة على عمق عمارة من 20 دور ريل تايم بتديك نتائج وانت قاعد في الطيارة. وقدرنا نشوف السطح المياه هنا ده السطح بتاع التضاريس هنا وخزان المياه الجوفية هو ده والخط اللي انتوا شايفينه ده. قدرنا لأول مرة نصور خزان مياه جوفي من طائرة من الطائرة. ده بيفتح ده يعني ايه؟ يعني احنا نقدر نصور مياه جوفية في مساحات كبيرة من الصحراء بتاعتنا بدون ما كل مرة اروح اقعد احفر هنا واحفر هنا واحفر هنا واتحمل تكاليف الحفر ده. ففي اخر يوم نجحنا في ده وفعلا حصلنا على التمويل الكافي بحيث ان احنا عملنا مشروع لمركبة فضاء وتصميمات بالكامل وقدمنا المشروع للناسا بميزانية 167 مليون دولار يعني في 1.2 مليار جنيه مصري. ودي صورة المركبة هنا والتصميمات اللي فيها. فطول المركبة دي 11 متر يعني تقريبا لو حطيناها في الستيج ده هتيجي من أوله لآخره. وبتستخدم تكنولوجيا الرادار على الموجات المنخفضة التصوير تحت المياه. وهنا دي التجارب اللي احنا بدأنا فيها بنحمل هذه المنظومة بالجو ونحاول نصور تحت الأرض في مناطق الصحراوية تمهيدا لإرسال المركبة دي حول المدار في سنة 2016. وهنا بنشوف دي نماذج من التجارب اللي احنا فعلا عملناها ودي الطائرة بتاعتنا وعليها جهاز الرادار بيصور هو ده. وده البي ده اللي هي الحتة اللي تحت الطيارة اللي بتحط فيها جهاز التصوير بالرادار. وده الجهاز أول جهاز لما صورنا في الكويت في السنة الماضية. أهم شيء في ده كله أهم شيء في ده كله بنشوف في 90 يوم تقدر تصمم في فكرة وتجتمع مع ناس وتنفذها. وطبعا مش عايز أقول لكم إن مفيش حد مفيش ما تتصورش إن أي حد عنده فكرة إن العالم هيرحب بيها. أنت دورك تدافع عن الفكرة بتاعتك مش تستنى الترحيب. ما تقولش إزاي أنا عندي فكرة ومحدش بيرحب بيها. لا قول إزاي أنا أدافع عن الفكرة بتاعتي عشان أقدر أوصل الهدف اللي عايزه. هنرجع
ده صورة كده الجزء اللي هو اللي مليان اللي كنت بقول يعني اللي في الفن هاخدكم بقى الجزء اللي هو العمل اللي احنا بنروح الصحة والتجارب ده صورة نموذج لروفر بيحمل جهاز تشويه الرادار اللي هنا دي اللي هي المركبات اللي هي قبل ما تطور كيوريوسيتي شوفوا انتوا الناس على المريخ كنا بنطور مركبات اشكال اخرى بنجربها في الصحراء عشان نمهد لعمليه الجهاز النزول فهنا بنشوف نموذج لمركبه اسمها NER ودي اللي هي معدل اكتشاف المياه على القمر والمريخ في المستقبل وبتحمل رواد فضاء وهنا بنشوف مركبه صغيره تشابه كيوريوسيتي البروتوتايبس الاولانيه اللي عملناها وهي فوق هذه المركبه الام وهنا بتشوف الموديولز ده روفر متحرك في نموذج اعاشه على سطح القمر او المريخ لرواد الفضاء اللي هنرسلها من الاماكن دي. طبعا لما بنقول اي حد تدريب رواد فضاء لارسال القمر او المريخ الناس مش متخيله ممكن ده يحصل. انا كمان ما كنتش متخيل ده يحصل. انا كنت سنه 97 وعين في الجامعه وكان يعني اقصى احلامي ان انا رئيس القسم يرحمني يخليني اخش ادرس السكشن اللي هو فيه اربعه. انك تدرس سكشن فيه مثلا من ثلاث اربعه على سكشن فيه انك تدرب رواد فضاء وتشوف تدريبات رواد الفضاء دي تجربه مفيده جدا للانسان. ده مركز المتابعة اللي بيعمل الفريق العلمي فيه اللي انا مسؤول عنه ودي قاعده المتابعه المتحركه وده بنشوف داخل قاعده المتابعه المتحركه الاجهزه اللي بتتحكم في هذه الاليات وده اللي هو بقيه الفريق وده بقيه الفريق العلمي اللي هو موجود بين جيت هان وجونسون سبيس سنتر ودور رواد الفضاء اللي بحقه حقيقي دور رواد الفضاء طلعوا فعلا على المحطه المداريه وديباجه رواد الفضاء اللي هي بحقه حقيقي واحنا هنا بنقوم بتدريبات ازاي ان هم يبحثوا عن جديد في المناطق اللي هي الصحراويه. على فكره لو في ناس مولعين باللبس او بالموضه عايز اقول لهم ان اغلى شيء في الانسان هي بدله رواد الفضاء. بدله رواد الفضاء تكلفه المتوسطه البدله الواحده بالدراسه والتصنيع وكل شيء 18 مليون دولار. الفواحد. 18 مليون دولار ده اغلى من يعني من فستان كبيره للطيانة لما اتجوزت في البحر يعني بتاع فبريطانيا. فبالتالي رواد الفضاء هم اشهر الناس على كوكب الارض. دي صورة هنا رواد الفضاء بيستخدموا المركبة دي اللي هي زي ما بنقول اللي هي مراكب اللي هي بتصور تحت الأرض وبتجمع عينات ودي النماذج المستقبلية اللي هي مركبات اللي هتعامل معاها رواد فضاء وهنا لما لقوا العينات الجليدية اللي احنا خدناها تحت السطح وبيقدروا إن هم يصنعوا عينات ويلاقوها. قبل ما تعمل تدريبات رواد الفضاء قبل ما تدربهم لازم أنت بنفسك تخش بدلة رواد الفضاء دي وتشوف ايه السيكونس بتاع القياسات اللي عملوها وتعملها. فدي صوره انا موجود انا الشخص اللي في الشيء ده وده زميلي اللي درب التاني وعايز اقول لكم انك لما تبقى موجود في بلده رواد فضاء شيء مش ممتع. كان في الايام اللي فاتت شفنا صور كتيره على النت لشخص بلده رواد فضاء وفي ناس كتبت تواتر على القمر وكده. على فكره البدل رواد الفضاء يعني اي حد عايز يتصور في بدله رواد الفضاء اتفضل عندنا البدل كتير والتصوير فيها سهل بس الابعاد فيها مش ممتع. بدله رواد الفضاء فيها مشكله كبيره جدا الجوانديات اللي انت بتمسكها صوابعها تخينه جدا عشان تتك على زرار وانت لابس بدله رواد الفضاء تحتاج مجهود كبير جدا. في كمان مشكله تانية مهمه انك بدله رواد الفضاء انك تقيله جدا وزنها في حدود 34 كيلو فرواد الفضاء لما بيمشوا بيها على الاقل بتبقى خفيفه في الجاذبيه المعدن او جاذبيه خفيفه جدا لكن لما انت تتدرب بيها وانت في الارض اكيد بتعلى جامد فتلاقي دايما البخار مغطي على الشاشه قدام انك شايل 34 كيلو عمال بتتنطط بيهم من مكان لمكان. ف وبعدين تبقاش تتكلم على جنبك لانك انت معزول في هواء معزول فلازم تتكلمه عن طريق جهاز اللاسلكي. في هنا هتكلم شويه عن مركبه ام اس ان اللي نزلت
ده MSN نزلت في مزمن اسمه في فتح مزمن اسمه تشاين وهو الاسم من العالم من جنوب افريقيا كان بيدرس المنطقه دي في المريخ وتم اختيار موقع الانزال زي ما انتم شايفين وهو ده اللي حط قدام السنه العرض بتاع المزمن ده الفتحه بتاعته 150 كيلومتر وفي وسطه في جبل صغير بارتفاع 3 كيلو بارتفاع 4 كيلو ونص وبيحمل تسلسلات في طبقات جيولوجيه بتقول التسلسل المايكرو والمريخ المركبه هتمشي كيوريوسيتي من هنا لغايه ما توصل المركز ده عشان تقوم بتحاليل التربه دي وتقدر تعرف تسلسل الزمن لماضي المائل المريخي الرحله دي هتاخد وقت طويل جدا المركبة معدل يعني بقاء سنتين ونص على المريخ فكل ما نمشي أكتر كل ما هنشوف أثار المياه أكتر ونقدر نعرف التسلسل الزمني ده بشكل أوضح. أنا عايز أوريكم في صورة لطيفة جدا اللي هي الصورة دي. دي صورة من الكاميرا هايلايتس الموجودة على مارس الفرنسيس أوربيتر دي كاميرا عالية الدقة وهي بتصور الصورة الحقيقية لكيوريوزيتي وهي نازلة بالباراشوت على سطح المريخ شايفين. دي المركبة وده الباراشوت وهي مفتوح وده وهي نازلة على السطح تصور انك عندك القدرة العلمية انك تصور مركبة فاتحة باراشوت حتة حديد قد المكتب اللي احنا قاعدين عليه ده وهي نازلة باراشوت في كوكب تاني القدرة دي مش عندنا في كوكب الارض اساسا يعني احنا ما نقدرش نصور هل في صورة واحدة لانسان نازل بباراشوت متاخد من قمر صناعي؟ ونقدر نعمل ده على المريخ احسن من نعمله على الارض لان الناس اللي بتعمل ده على المريخ ناس متدربه وشباب موهوب وشباب طموح ومدرب بتختار افضل ناس وبتعمل بيهم افضل حاجه لما تيجي تشوف دي الصور الاولى اللي بعتتها المركبه من سطح المريخ فدي اول صوره بعتتها بعد الانزال اول صوره تمام وفي الصوره الاولى دي بنشوف ايه بالظبط بنشوف خيال المركبه والشمس من وراء ودي الصوره بتبعتها الكاميرا اسمها الناف كام اللي هي كاميرا الملاحه والتحرك فبتبعت اول صوره بعتتها المركبه عشان تقول لك المركبه شغاله وكل شيء شغال كويس وهنا بنشوف الصوره الثانيه اللي عجلت مركبه الفضاء اللي نزلت العجلانيه وده سطح المريخ وصوره الكاميرا الاخرى وده بتاكد ان كل الكاميرات شغاله والمركبة جاهزة فعلا لبداية رحلتها في الكشف عن المياه على المريخ. أنا عايز أقول إن ده يعني ماهوش على قد ما إحنا بنشوفه هنا إنه شيء صعب ودي تكنولوجيا متقدمة وكل حاجة على قد ما الكلام برضه الشباب جزء مهم فيه. يعني وشيء أتمنى إن أشوف شبابنا في يوم من الأيام تتاح لي فرصة وإبداع مش بهذا الشكل امريكا ما بتفخرش زي ما احنا زي ما احنا بنفخر بس الناس اللي في منتهى العمر فخر امريكا بنزول مركبه كيوريوسيتي وفخر بمستوى التعليم الموجود بطموح الشباب الموجود بالطاقات البشريه الموجوده مش فخر بالماضي كل شيء في الماضي احنا يعني نفخر بالمضى نفخر بالتاريخ نفخر يعني بكل شيء إلا شكل شباب فأنا هخلص المحاضرة دي بالسلايد ده وأقول لكم إن دي أحلى صورة شفتها في حياتي يعني في اللحظة اللي كنا فيها في المركز وشفنا الصورة دي تأكدنا إن المركبة نجحت حقيقي ده كان حلم إنك تعيش لحظة زي دي خاصة بعد التعليم اللي إحنا شفناه لا إحنا نشأنا فيه فده أنا سعيد إن أنا قدرت أعيش الحلم ده وأتمنى إن كل واحد موجود هنا في يوم من الأيام يعيش حلم أحسن من ده وشكرا طبعا بشكر دكتور عصام على المحاضرة الأكثر من رائعة اللي لها النهاردة دكتور عصام النهاردة مش بيقدم لنا الحلم اللي هو عاشه وتحقق بالفعل ده هو بيقدم لنا قدوة جميلة للشباب المصري وإن الشاب المصري لما يحلم ويتواجد في المكان السليم فانه قادر على تحقيق المعجزات وتحقيق المستحيل